قرأت القرآن وأنا على غير وضوء، ثم تذكرت فتوضأت وأكملت، فهل علي شيء؟ قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الوضوء، يقرأ الإنسان ولو لم يكن متوضيا، أما من المصحف فلا بد من الوضوء، لكن ما مضى وأنت تجهل فليس عليك شيء، لكن بالمستقبل إذا أردت أن تقرأ من المصحف وتمسك المصحف لا بد أن تكون متوضئا، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ما حكم من يقول أن سبب تخلف المسلمين أن المرأة لا هذا بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر اللي عليه جنابة ما يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن ولا حرفا واحدا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وإنما التقسيم في الحدث الأصغر.